يا حبيبتي يا ماما كده قلقتينا عليكي. أنا كويسة حبيبتي، أختك شحت فين؟ ما تقلقيش، راحت مع مروان شوية كده وحديكي. روحي انت لولدك يا زينب وأنا هقعد مع مرات عمي. في يا شمس؟ لا طبعا أنا مش همشي وأسيب ماما. روحي لولدك يا زينب وكلمي عمتي وأكدي عليها، قولي لها تاخد عبد الحكيم توديه لريتال، ولا أقول لك روحي انت بنفسك وخديه عشان أبقى مطمنة. بقول لك إيه يا شمس؟ ما تحاوليش. بقول لك إيه؟ أنا قلبي مش مطمن على شحن، وهي لو ما تكلمتش مع مروان مش هتتكلم مع حد غيرك. اسمعي الكلام. اسمعي كلام بنت عمك يا حبيبتي عشان تطمنيني انا كمان. يلا يا زينب يلا. حاضر يا انت تشوفي. يلا يلا بسيتك العافية. مش حواسيكي يا شمس. في عيوني. ما تقلقيناش عليكي يا عمتي، الدكتور طمنا عليكي. يا بنت انا كويسة الحمد لله، بس عايزة اخرج من هنا، عايزة امشي اروح. الدكتور هو اللي يقول، ولا انت قلقانة مني؟ كده برضه يا شمس. أقلق منك ازاي يا بت؟ بطلي يا بت تفكري بطريقة جبرية، بطلي. أصلا يا عمتي قعدت مع نفسي وقلت ليه الواحد ما يبصش على الحلو ويعمل زيه؟ ليه بنبص على العفش بس؟ وقلت أعمل زي زينب. قصدك ايه يا شمس؟ قصدي اعتبريني زي شهد وريتال وزينب، وأموريني أنا من يدك دي ليدك دي لو أنت حاسة كده. يا بنتي يا حبيبتي ده بناتي التلاتة في عين وأنت في العين التانية، ده أنا اللي مربياك يا بنت جبرية، بس خرجيني من هنا. صدق اللي قالته. وليه لا؟ لبنى حربايه زي عمتها ولا يهمها غير مصلحتها، عاوزه تحرب على البيت يولع وياكل في بعضه من تاني عشان ما حدش يقدر يبص وراه ولا قدامه. ناديه مستحيل تعمل كده. وليه مستحيل تعمل كده؟ انت مش فاهمه حاجه خالص يا مفيده، شكلك كده. بالتالي انت خليتي قلبي يرجع تاني للدنيا لما قلت لي تعالي شوفي عبد الحكيم. مش عشانك يا مفيد، ما عملتش كده علشانك. وانا عارفة ان انا وانتي خلاص قلبنا اتقفل وما حدش فينا لدد على التاني، بس اللي تشيل ولدي وتحافظ عليه احطها جوا عيني واشيل مداسها فوق راسي كمان. البيت الكبير انا مش هدخله تاني، لا خدامة ولا ام لعبد الحكيم بعد اللي حصل. انا دماغي الجزمة خلتنا نخسر اللي جاي، ما تعمليش انتي زيي. أنا عاوزاكي تبقي عالية، راسك مرفوعة، الناس تحكي عن الرتال اللي حرقت البيت الكبير ورجعت تبني من تاني. مش فاهمك. أنت اللي هتبقي مولدي، واللي بيربي هو اللي بياخد المحبة، واللي بيبقى الظهر والسند والحضن الحنين. عبد الحكيم مش هيشوف غيرك، هيطلع بيكره مفيدة من اللي عملته، هيستعر منها مهما تقله ومهما تشرح له، مش هيفهم هي عملت كده ليه. مش هيشوف غيرك انتي، وانا عاوزاكي تبقي الحضن الحنين النظيف اللي كل عيال العيله تجري عليه. وانا مش هسيب طرح عبد الله يا مفيدة. مش نادي، صدقيني مش نادي. انتي فين يا ريتال؟ عماله بكلمك وانتي ولا انتي هنا؟ انتي عارفه ان ماما في المستشفى؟ ولولا شهد لحيتها كان زمانها ماتت. خدي، شمس قالت لي اسلم لك عبد الحكيم. خدي شوف راح عشان نايم بس. تعالي معايا يا ريتال. قوليلي
اوعي تكوني ناويه على حاجه في مخك مش قايله لنا عليها. مفيش حاجه في دماغي غير طريق ابني وبس يا زينة. طيب اهلا وسهلا، والنبي كنتي لسه على بالي. ما بترديش على تليفونك ليه؟ عشان عاملاه على الساكت صامت يعني طول اليوم تيريرن تيريرن تيريرن، وانا بقى نفوخي اتخوت مش قادره يا اختي على الدوشه دي والتليفونات، قمت قافلاه عشان اقعد كده واريح دماغي. اغمريني يا ست الكل. طبعا انت جايه لي وعارفه ان الراجل مش موجود في البيت مش كده؟ ولا يهمك، انا برضو مش هجيب له سير. عودك شد قوي يا نعيم. طول عمري عودي شادد، طول عمري ملفوفه القوام واخد العين يا حبيبتي. بسم الله ما شاء الله عليا. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في ايه؟ لا اوعي تفتكري ان انا ممكن اقولك على اسرار الراجل وبيتي. يا بنت بطلي اللوعة ده وبلاش الطريقة البيئة اللي انت بتكلميني بيها دي. مالها البيئة يا حبيبتي؟ اوعي تكوني بتهدديني، انا يا حلوة اجي بالطبطبة والكلمة الحلوة، فهماني؟ اوكي اديني بطبطبة يا حبيبتي، خدي بالك بقى من نفسك. اخد بالي من نفسي؟ ما انا حلوة اهو، اخد بالي من ايه تاني؟ يا ريت تاخدي انت بقى بالك من نفسك. هو انت يا لا شيء في العالم بتهدديني انا بجد؟ وما هددكيش ليه يا حبيبتي؟ بقولك ايه، هو انت فاكره ان انت هتمشي الكون ده كله على مزاجك؟ انا بقى ههددك وبكره تشوفي كده لما اركب ودلدل والنهايه تبقى عندنا. بصي يا بت ركزي معايا، انا كنت جايه اتكلم معاكي كلمتين كويسين بس من الواضح قوي ان انت ما تستهليش اي حاجه سفله. كيفك يا زينات؟ مفيدة؟ عرفتك من صوتك. ساعديني عايزة أروح سرايا محرم. ليه يا زينات؟ ليا حق هناك وعايزة أخده. ما عاوزتش تسيب حقك إياك. زعلان على نور عينك اللي راح منك؟ ما عرفاش تنامي ولا يهدالك بال بعد اللي حصل؟ واللي ظلمك عاوزة تكسر في عمره؟ عايزة إيه يا مفيدة؟ خلاص ما عايزاش منك حاجة، امشي. وعقلك ده كان فين لما خدتي ولدي؟ خلاص بعد عني. كان فين وانت شايفاني بتقطع ليل ونهار وعقلي هيشت مني؟ وانا مالي؟ هو انا اللي كنت خدته منك ورجعته؟ روحي شوفي مين اللي خده منك، هو انتوا تاكلوا بعض وبعدين تيجوا تحاسبوني؟ عارفه اللي نفسي فيه يا زينات؟ ما عايزاش اعرف. نفسي اقطعك حتت عشان كل ما اشوفك وجع قلبي يرتاح. جايه تحاسبيني؟ روحي حاسبي نفسك وانت راميه نفسك في حضن ريم وسايب ابنك هناك لرتاح لتربيه. روحي حاسبيهم هما. انا عبد المأمور يا مفيده، خدي حقك من اللي كانت بتضحك وقلبك بيتلوى على ابنك. ما تجيش على الغلبان اللي ما بيقدرش يقول غير نعم وحاضر. مفيده انت رحتي فين؟ انت مشيتي يا بت؟ روحي روحي، بس ياكش تيجي بعد كده تشتكي لما الحية تلدعك.